اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. بالحقيقه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب هو قامه موسيقيه فنيه كبيره لا يختلف عليها احد، والحقيقه هي مدرسه خاصه جدا. لما يكون كل هذا الحب وكل هذا الدعم لحضرتك، وانت طبعا تستحق اكثر من ذلك بكثير، ولكن كان احساسك ايه ودكتور محمد عبد الوهاب حريص كل الحرص انك تسجل اسطوانات لشركته، يروح لك مكان عملك، ده كان بيؤثر عليك ازاي؟ لا ده هو كان حساس جدا، يعني انا ما شفتش حد بهذه بهذا الاحساس بالنسبه للناحيه الموسيقيه. يعني غريب غريب، مليان فن ومليان فكر، وكان مثقف وكان يتكلم فرنساوي بطلاقه يعني. واعتقد ده اللي هو احتكاكه بالايه بامير الشعراء احمد شوقي. يعني برضه، وكان حكى لي ان كان يروح كان صغير مع امير الشعراء يروح يزوره، كان يقعد اعداد ثقافيه يعني. امير الشعراء يروح يزور مثلا طه حسين ويسمع هو قاعد الاراء والكلام والثقافه. يروحوا لتوفيق الحكيم او يقعدوا معاه، او مثلا للمعاصرين لهم. لكن حكايه ان عبد الوهاب قال لك ان الاستاذ مات سنه 89، انا كنت بروح له اعرفه من 81، عرفته برضه 10 سنين زي الشيخ مصطفى اسماعيل، بس الشيخ مصطفى اسماعيل كنت قاعد معاه. أيوه. عايش كده قاعد معاه، قاعدين مع بعض بالنهار بالليل. لكن الاستاذ عبد الوهاب كنت اروح له يقول لي يوم الخميس لو انت فاضي تعالى من غير ايه ما تكلم الساعه 9. فالخميس اللي انا فاضيه كنت اروح اضرب الجرس وخلاص. فكان سنه 89 احنا قاعدين كده بنتكلم عادي، فلقيته بيقول ايه، على فكره هدي لك فكره، الاستاذ مات. قلت له مين؟ الشيخ مصطفى اسماعيل. قال لي لا لا انت رحت بعيد، يعني الاستاذ مات اللي هو الجمهور. كان ما بقاش جمهور حساس زي الاول، زي بقى جيله او الجيل برضه اللي انا حضرت برضه شويه من الجمهور الواعي. حضرت في الاول الثمانينات الجمهور الواعي. قال الاستاذ مات، قال الجمهور، لان الجمهور بيعلم القارئ والمطرب والاديب، يرفع يعني من كفاءته طول الوقت، بيوجهه. يعني زي ايه؟ يعني انا قاعد اقرا كده الاقي واحد من السميعه اللي قاعدين، سميعه قاعدين بحس بيهم، يقول لي دي ما جاتش، عاوزينها بالطريقه الفلانيه، او جات بس في عندك احسن من كده، في مش عارف ايه، يخرج منك مناطق، يخرج مني اقول، يقول له ايوه هي دي. طب وهل فعلا اختفى السميعه؟ لا مش زي زمان خالص خالص. يعني انا مش عاوز اقول اراء راي الناس تزعل مني، لكن مش زي زمان قولا واحدا. الشيخ عبد الباسط نفسه، عبد الباسط عبد الصمد، كان قارئ قمه كبيره. صحيح. قيمه كبيره جدا. كان يقول لي انا اتعلمت من السميع. الله. كان يوجهوني وانا قاعد اقرا، اتعلمت منه. الله. الشيخ مصطفى ما كانش يعرف، يقول له دلوقتي المقامات الموسيقيه وناس بتعلم مقامات وايه وايه، لا احنا كنا بنقرا بالسليقه وبنقول كل حاجه، المقامات اللي بيعلموها دي احنا كنا نقولها بالطبيعه بالفطره. فكان الشيخ مصطفى اسماعيل ما يعرفش، راح القاهره يقول ايه، الله هي غريبه قوي، تشوف البياتي بيقولوا ازاي، بيقول بقيت استرق السمع واقول ايه المنطقه دي اسمها بياتي اللي بقرا فيه. ساعه ما غير انا بغير طريقه كده يقول لا لا، ده راح للصبا، شوف 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 بيقولوا ازاي، بيقول عرفت اسمه صبا، ما حدش علمه.